تمكن المهندسون والفنيون من إعادة تشغيل عنفتين توربينين بسد الطبقة الفرات بمحافظة الرقة شمال سوريا، كان قد تضررا نتيجة الاشتباكات الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش، وذلك بعد تأمين قوات سوريا الديمقراطية الدخول إلى السد. وأكد المنسق مع المهندسين من قوات سوريا الديمقراطية نوري صوفي أن المهندسين والفنيين وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري قاموا بتفعيل العنفتين من أجل تخفيف الضغط على السد الذي سيطرت قوات سوريا على حوالي 2 كيلومتر منه. ويذكر أن سد الطبقة أو سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويبلغ طوله حوالي 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر، وتبقى منه كيلومتران ونصف الكيلومتر تحت سيطرة تنظيم داعش، وتقوم قوات سوريا الديمقراطية بحماية الجزء المحرر. وسط حضور شخصيات على الصعيد الثقافي والفني من تونس وإيران، افتتحت الدورة الخامسة لأيام السينما الإيرانية في العاصمة التونسية تونس، التي شهدت عروضاً للأزياء التقليدية والموسيقى الإيرانية المقدمة من فرقة كاليو. الأكيد نقول السينما الإيرانية نقول سينما متقدمة ومتطورة، وسينما تمكنت من الوصول إلى العالمية لتجربتها الثرية. حاولت الجمعية إنه تشع بالأفلام المختارة في الدورة هذه، باش تكون موجودة في العديد من الجهات التونسية، بكل من السرس، المنستير، نابل المهدية وجندوبة. اليوم في العالم، اليوم الشعب المسلم بشكل عام، اليوم هم تعبون من السينما الغربية، من السينما الذي ليس فيه أخلاق. الشعب المسلم اليوم يحبون السينما والفن والحضارة تكون فيه أخلاق والدين والأدب، والسينما الإيرانية لها في هذه الخصوصية. يعني العائلة المسلم مع الراحة البال يستطيع أن يشاهد الأفلام الإيرانية، لأن فيها أخلاق، فيها الدرس للعائلة. لأجل هذا الدليل اليوم السينما الإيرانية فيها تطور، فيها التقنين، في نفس الوقت فيها التعاليم الإنسانية فيه موجود. وتتميز الدورة عن غيرها من الفعاليات السابقة بأنها أقيمت في المناطق الداخلية من البلاد، والتي عرض فيها عشرات الأفلام الإيرانية في 6 مدن بتونس، الأمر الذي أتاح فرصة لمتابعة آخر الأعمال السينمائية بإيران من قبل جمهور السينما. السينما بصفة عامة، سواء كانت إيرانية أو تونسية أو عالمية، السينما الهادفة غير العابثة هي تثقيف، هي محاولة لتوحيد الشعوب، هي محاولة للتقريب بين اختلافات الشعوب من أجل المصلحة الاجتماعية الخاصة والمصالح العالمية والإنسانية بصفة عامة. أعطني مسرحا جيدا، أعطني سينما جيدة هادفة، أعطيك شعبا مثقفا، وأعطيك شعبا يفهم ويحاول أن يقلص من الخلافات. اليوم يعني نشهد حركية كبرى في الساحة الثقافية التونسية، وذلك نعيش على وقع أيام السينما الإيرانية. اليوم ضروري جدا أن السينما التونسية تنفتح على السينما الإيرانية، بحكم أنها سينما رائدة خاصة على مستوى صناعة السينما في آسيا، وهذا نلمسه من خلال تطور التقنيات المعتمدة في السينما الإيرانية وحبكة السيناريو الذي يمثل اليوم يعني ثقافة مهمة جدا لكي يتعلم منها المبدع التونسي، ولكي يعني تكون هنالك عملية استلهام، خاصة أنه اليوم أن السينما تقدر أنها تحاكي البشر من خلال القضايا المشتركة للأمم، ونعتمد بالأساس على التنوع الفكري والتنوع الحضاري اللي هو يشكل قاطرة للحوار ما بين الثقافات اليوم في ظل ما يشهد الوضع السياسي اليوم، وربما تعجز السياسة وتعجز الفنون الأخرى على التجميع، بما أنه السينما هي المحرك الأساسي للشعوب، وهي التي تقوم بتجميع الناس حول قضية مهمة بإخراج يعني فني وبإخراج سينمائي ممتاز. لذلك فإنه اليوم وجب على التونسي أنه يأتي إلى هنا ويشاهد الأفلام الإيرانية، خاصة على نخاطب هوني ربما التلاميذ السينما وطلاب السينما، لأنهم يطلعوا على التقنيات المعتمدة في السينما الإيرانية اللي هي تقنيات
متطورة جدا متطورة جدا فيما يخص الكتابة وحبكة السيناريو والإخراج الفني. هذا في نقطة أولى. في مرحلة ثانية أنه اليوم ربما أنا الأوان بحكم أن شعب أصبحنا نمارس الديمقراطية، فمن المهم جدا أن نمارس الديمقراطية الفكرية والديمقراطية الفنية، وذلك من خلال الانفتاح على حضارات أخرى وعلى ثقافات أخرى، ومن بينها الثقافة الإيرانية اللي هي يعني ثقافة تعتبر رقم مميز وحضارة كبرى ضاربة في جذور التاريخ، واللي هي حضارة الفارسية. يذكر أن فعاليات الدورة افتتحت في 30 من أذار وتستمر حتى الأول من نيسان، وبتنظيم من جمعية المركز التونسي الإيراني والمركز الثقافي الإيراني في تونس. ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة لقاءات بين جمهور السينما وصناع السينما الإيرانية. تقام دورة الربيع من معرض جيتكس شوبر للإلكترونيات الاستهلاكية في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدم المعرض للمتسوقين فرصاً ثمينة لإلقاء نظرة على أهم التطورات والاتجاهات في صناعة الإلكترونيات، ومنها الهواتف الذكية والتي تمثل شريحة كبيرة من مبيعات التجزئة في المعرض، فيما يتطلع عشاق التكنولوجيا هذا العام للحصول على مزيد من القيمة مقابل أموالهم، فيما يبحثون عن الأجهزة التي تلبي احتياجاتهم وبأسعار في متناول أيديهم. اليوم جايين جيتكس أرض المعارض، وما شاء الله جيتكس كل يوم أحلى وأحلى، في أجهزة جديدة وفي أجهزة وفي كمبيوترات وأرخص من السوق. نظرا لمكانة معرض جيتكس العالمية اللي يساهم في عملية إفادة المتسوقين بتخفيضات تصل إلى 60% على أغلب البضائع، واستفادتهم من العروض المفرحة اللي تستمر على طول العام، وتعتبر مشاركة تعاملة الاتحاد في جيتكس شوبر لهذا العام هي المشاركة الأولى بعد دراسة المعرض خلال العام الماضي. ارتأت إدارة التعاونية المشاركة للهدف اللي هو تعريف الناس ببرنامج الولاء المستخدم في تعاونية الاتحاد، برنامج تميز اللي يفيد المتسوقين بالحصول على خصومات ونكسب ولائهم وارتباطهم الدائم مع تعاونية الاتحاد. ويحتوي المعرض على أجهزة الحاسوب المحمولة والمنتجات التكنولوجية الحديثة القابلة للارتداء ومعدات الألعاب وغيرها، حيث يتضمن المعرض الذي يشهد إقبالاً واسعاً أحدث المنتجات بأسعار منخفضة وعروضاً وصفقات حصرية ومسابقات مخصصة فقط لزوار المعرض. يقع سوق النحاس في قلب المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، وتعد حرفة النقش على النحاس وصناعة الأواني النحاسية من أقدم المهن على الإطلاق، إذ عرف عصرها الذهبي وازدهارها في السنوات السابقة، وتناقلتها الأجيال من أرباب الاختصاص بالوراثة عن الآباء والأجداد، كما تعود هذه الحرفة التقليدية إلى عهد الدولة الحفصية في القرن 13 الميلادي. دخلت للسوق للصناعة دي عمري 10 سنين، معناها توا عندي قريب ما يقارب على 55 سنة في السوق هذا. هذا بالنسبة لي أنا. بالنسبة للصنعة هذه يقولوا والله أعلم جابوها الأتراك لتونس، عندها معناها ما يقارب على 300-250 سنة ولا أكثر. والله بالنسبة للنحاس عنده قيمة كبيرة، ونجم يقولوا كان عنده قيمة كبيرة، كانت العروسة مثلاً تجهز، وكانت الدار التونسية بأي دار في تونس تخدم كم بالنحاس، من للمغارفة حتى المقفول حتى النحاس، حتى قبل كانوا القتاتل متاع الزهر واحد نحاس يخدموهم لهنا. جيت شناخذ الصلحة أمام لأختي عروسة، شناخذوا النيكل متاع تي الأختي عروسة سنة باش تعرس، طبعوا تقاليدنا احنا تاع بكري، وصل وحمام والمرش وززوها متاع قهوة عربي نيك العربي. هذا السوق ساعة عمره 1400 سنة، ثاني سوق بعد ناس جمع زيتونة. ناس جمع زيتونة كان يتسمى لدقليز، أنا مش مقدم باب جامع زيتون حتى الآخر، وهذا ثاني سوق، هذا ثاني سوق، معناه أنتو 1400 سنة عمره. فيك قبل الحيسية ما تسمعها تنجمش تعدى
باش تسمع تحكي مع صاحبك ولا حاجه ما تنجمش معناها لو تاب دو مارتولاج تطريق كلها كانت صناعيه وتجاره. وقد اشتهر سكان المنطقة بعادة شراء الأواني والأوعية النحاسية ولا يمكن لأي منزل أن يخلو منها، حيث كانت العروس ملزمة سابقاً بشراء جميع الأواني المعدة للطبخ والغسيل أو ما يعرف بالدوزان، شأنه شأن بقية مستلزمات الزفاف. كما تحرص النساء من ربات البيوت وكبيرات السن في كل سنة وتحديداً في الأعياد والمناسبات على قصدرة أواني المطبخ النحاسية وتنظيفها من السواد والشوائب نتيجة آثار الطبخ على الحطب والنار لتستعيد بريقها وبياضها الناصع عند النحاسين. يشار إلى أن الإقبال على الأواني والأوعية النحاسية شهد تراجعاً في الآونة الأخيرة من ناحية البيع والشراء، بينما شهد إقبالاً سياحياً. احتفلت وزارة التربية العراقية في العاصمة العراقية بغداد بالمدارس التي حازت على جائزة المدرسة الدولية بحضور مدراء ومشرفي المدارس الدولية وتحت رعاية وزير التربية محمد إقباد الصيدلي وبالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني. اليوم نكرم عدد من المدارس في مشروع المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التربية العراقية. هذا المشروع الرائد الذي نتوخى منه كل الفائدة الإيجابية، ونعتقد بأن هذا المشروع ومثيلاته سيكون حافزاً ويعني دافعاً آخر للطالب العراقي، لأنه تعرف أنه وزارة التربية العراقية بحاجة إلى خبرات عالمية وبحاجة إلى أكثر من خبرة لتلاقح هذه الخبرات وبلورة هذه الخبرات في المنهج العراقي ولكن بنكهة عراقية خالصة. وأوضح وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية الدكتور إبراهيم محمد أن وزارة التربية العراقية تشارك في هذا التكريم لحرصها الدائم على تواصل العمل مع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية منها والأجنبية برغم الظروف التي تمر بها البلاد. وزارة التربية دائما سباقة رغم الظروف اللي يمر بها أنه تشارك وتواصل العمل مع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية منها والأجنبية، واليوم احنا اليوم هو حفل ختامي لمجموعة مدارس وتكريم الأوائل منهم بهذه المناسبة. تمنياتنا للجميع للمركز وفاتني أن أشكر مساهمات مركز الثقافة البريطاني ومساهمتها مع وزارة التربية في شتى المجالات. تكريم لمجموعة من المدراء والمنسقات الذين عملوا في برنامج أو مشروع الآيزا اللي هي International School Award، جائزة المدارس الدولية. هي ليست جائزة مادية أو جائزة يعني نقدية، ولكن جائزة معنوية. طريقة العمل بهذا المشروع هي أن يرجع المنسق، طبعا العمل تطوعي، ويرجع المنسق إلى المدرسة ويحدد ما هي الأعمال التي تكون لها علاقة بالمنهج، يعني لإثراء هذا المنهج، مثلا الغذاء الصحي، تدوير النفايات، تدوير المواد الغير مهمة، ترتيب حدائق أو بناء قاعات وغيرها. وتهدف الجائزة إلى تكريم المدارس الدولية التي اجتهدت في خبراتها لإبراز البعد الدولي وتطبيقها في مجال التعليم من خلال تطوير مهارات الطلاب في ظل إدارة مدرسية تشجع العولمة والمواطنة وإثراء التعليم والتعلم. حرص المجتمع البحريني على حضور ومشاهدة بطولات أجمل الخيول العربية، حيث يتفاخر ملاك الخيول العربية الأصيلة في البحرين على جمال ما يملكونه من خيول ونسبها ولياقتها. طبعا لا شك فيه أن المهرجانات اللي تنظم في مملكة البحرين ينعكس بشكل إيجابي على المربين ومنتجين الجياد العربية في مملكة البحرين، وأكيد هذا الانعكاس ينعكس إلى حضورهم ومشاركاتهم
في خارج مملكة البحرين. اليوم هذه المهرجانات هي اللي تقيم مستوى الجياد في مملكة البحرين، سواء كانت للإنتاج المحلي أو سواء للمسابقات المفتوحة. فبالتالي هذه اليوم المهرجانات هي اللي تفرز الجياد اللي هي تستحمل وتنافس في مشاركات خارج مملكة البحرين. احنا من هواة مربين خيل عربي الأصيل، وعندنا مشاركات خارج مملكة البحرين، وعندنا الجياد حققت في آخر بطولة في قطر، الاسطبلات في البحرين حققوا مراكز متقدمة، وطبعا شرفوا مملكة البحرين ورفعوا علم البحرين. خذينا مراكز متقدمة، مركز الثاني خذينا، مركز الأول خذينا، فالحمد لله يعني توفقنا وشاركنا في كذا دولة في الخليج. وأكد خالد حسن أمين السر العام المساعد للاتحاد البحريني للفروسية أن مثل هذه البطولات تقيم مستوى الخيل العربي الأصيل، سواء كانت هذه البطولات داخل أو خارج المملكة. نمتلك من الخيول العربية الأصيلة للجمال، وطبعا احنا المربط أسسناه تقريبا حوالي 3 سنوات، ويعني بدنا في الشو بشكل رسمي من العام الماضي، والحمد لله رب العالمين حققنا إنجازات مشرفة وحلوة، منها من الذهب، من البرونز والسيلفر. الحمد لله عندنا إنتاجات طيبة، خيول عربية أصيلة من دماء عريقة، والحمد لله عندنا مشاركات واجد طيبة، ونفتخر بالإنتاج والبطولات، وشاركنا في الدوحة الحمد لله مراكز طيبة، مركز الثاني والشباب نفس المراكز جو. وأشار علي قنبر صاحب اسطبلات النوادر إلى مشاركة مملكة البحرين في إحدى بطولات الجياد في دولة قطر، حيث حققت المملكة مركزا متقدما. ويشار إلى أن مثل هذه البطولات التي تحظى بمنافسة كبيرة من قبل ملاك الخيول العربية يعد السبب الأساسي في نجاح البطولات والمنافسات المحلية والعربية. اشتهرت مملكة البحرين بصناعة الفخار منذ آلاف السنين، حيث توجد بكثرة في حفريات المواقع الأثرية المختلفة لتوافر المواد الصالحة لهذه الصناعة. وقال هاشم حسن حرفي في صناعة الفخار أن المادة الأساسية التي تدخل في صناعة الفخار هي الطين، حيث يتم إحضاره من منطقة الرفاع الحنينية، مشيرا إلى أن مادة الطين تمر بمراحل عديدة لتنظيفه من الشوائب، بالإضافة إلى تعدد أشكاله واستعمالاته كالمبخرة والأباجورة والأواني المنزلية. هذه الحرفة احنا بدينا وياها، احنا ماخذينها كل واحد يعني ابن عن جد، يعني انا اخذتها عن ابوي ماخذينها عن جده، نفس الشيء. وهذا الحين احنا اولادنا بعد يجون ايامات العطر يجون يقعدون على هاي الدولاب ويشتغلون. انتاج الفخار انتاج ما يعني واجد اشكال، واجد ما لي حد. انتاج الفخار الحصالة، المبخر، المزهرية، الأبجورة، الصحن، الأشياء حق المزاهر، يعني أشياء واجد. كل شيء كل واحد يجي على حسب رغبته، يأخذ على حسب رغبته. كل شيء تقدر تنتج منه، أي شغلة أي حركة تسويها وتطلع حلوة عليها إقبال. الفخار هو الشيء الموجود اللي الناس تأكل وتشرب وتطبخ فيه، تشرب الماي فيه، تبرد الماي فيه. فحياة الناس كانت كلها على هذا الفخار من قديم، ما جينا له هذا الشيء موجود. فاحنا من صغرنا نجي نقعد ويا الجماعة وغير نشوف، يعني لا احنا نطلع كيف يصنعون ولا ما نعرف نسوي شيء. وتعتبر صناعة الفخار من الصناعات التي كانت تستخدم بكثرة في القدم، حيث كان الأهالي في حاجة إلى الأدوات الفخارية في طهي الطعام وحفظ الماء به. في بلدة برقين الواقعة جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية وعلى إحدى التلال المرتفعة، شيدت كنيسة القديس جورجيس أو كنيسة برقين في بداية القرن الرابع الميلادي، والتي تعد رابع أقدم الكنائس في العالم، حيث كانت حاضنة لمعجزة السيد المسيح حين قام بشفاء 10 أشخاص أصيبوا بداء البرص، والتي ورد ذكرها في إنجيل القديس لوقا. ومن هذه الحادثة استمدت الكنيسة أهميتها الدينية والتاريخية. طبعا احنا هلا موجودين في كيف كنيسة سان جورج عجوبة شفاء 10 برص، المكان اللي حصلت فيه معجزة السيد المسيح له المجد،
حيث كيف ذكر في إنجيل لوقا 17 10 أشخاص معديين من مرض البرص موجودين داخل بير روماني مغلق عليهم خوف ما يعدوا الناس. تم شفائهم في هذا المكان اللي احنا موجودين فيه. بداية القرن الرابع الميلادي إجت الملكة هيلاني أمه الإمبراطور قسطنطين بعد اعتناق الدين المسيحي فتحت البير ضافت هاي الكنيسة اللي احنا موجودين فيها اللي هي تعد من أقدم الكنائس الموجودة في فلسطين تعد أقدم رابع كنيسة في العالم. وتعتبر كنيسة القديس رابع أقدم كنيسة في العالم بعد كنائس القيامة والمهد وبشارة وواحدة من أبرز المعالم الأثرية في محافظة جنين التي تمتاز بكثرة تلك المواقع فيها، حيث تنقسم الكنيسة التي بنيت على مساحة 800 متر مربع إلى ثلاثة أقسام رئيسية، ويتبعها الحديقة التي تم اكتشاف أبارا داخلية فيها في العام 2007 وكان يسكنها المسيحيون الأوائل في عهد انتشار المسيحية الأولى واضطهاد الرومان. طبعا نيجي نحكي كترتيب هي بتعد من الكنائس القديمة جدا في فلسطين، هي مثل ما بوزارة السياحة سجلت هي تعد رابع أقدم كنيسة في العالم، ولكن احنا نيجي نحكي الواقع الملك الهلاني بنى 365 كنيسه فتره حياته، ولكن معظمهم هدم من سنه 614 واعادوا بنائهم. هي طبعا من الكنائس اللي ظلت اعادوا بنائها وظلت لغايه اليومنا هذا. ومن اهم معالم الكنيسه هي المغاره حيث كان يقيم البرص العشر فيها وتمت معجزه الشفاء، وايضا كرسي البطرياك المنحوت من الحجر والذي يوجد منه كرسي اخر فقط في احد اديره مدينه معلوله في سوريا. طبعا جدار قدس الاقداس الموجود خلفنا في كل الكنائس الارثوذكسيه بنشوفه من الخشب، هون موجود من الحجر بعود الى القرن التاسع ميلادي بعده اورجينال ما تغيرش عليه ولا اي شيء. كرسي البطرك الموجود برضه جنبنا الوحيد بفلسطين الوحيد في الأماكن المقدسة المصنوع من الحجر، باقي الكنائس بكون طبعا من الخشب. في العالم كله فيش من الاثنين، الكرسي الموجود حاليا هون وكرسي تاني موجود في معلولة. قبل حوالي 50 عاما تم إجراء تنقيبات في المغارة ووجد رفات كهنة وأطفال، تبين بعد إخضاعها لفحص الدي أن إيه أنها دفنت قبل 500 عام، وتمت إعادة دفنها في حديقة الكنيسة، كما وجد معهم بعض الآثار منها كتاب إنجيل باللغة العربية وصليب خشبي وقناديل رومانية وزجاجتا زيت مقدس ما زالتا ممتلئتين بالزيت حتى يومنا هذا، وضعت جميعها في صندوق زجاجي على باب المغارة. يذكر أن كنيسة جورجوس التي تتبع كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية برقين غرب مدينة جنين بنيت قبل 2000 عام وفي عهد الملك قسطنطين وأمه هيلانا قبل 1500 عام تم استكمال بناء الكنيسة، وفي السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بكنيسة القديس من قبل بطريركية الروم الأرثوذكس والسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة السياحة لتكون هذه الكنيسة على خارطة التراث الفلسطيني المحلي والعربي والعالمي. يعد مقهى المرابط العريق الواقع بين أزقة العاصمة التونسية الأقدم في العالم، حيث لا يزال يحافظ على هندسته الأولى بالأعمدة المستديرة وزغارفها باللونين الأحمر والأخضر اللذين يرمزان للدولتين المرادية والحسينية. قهوة المرابط أقدم قهوة في العالم من عام 1620، قهوة هذه تعرفها العالم كامل جاية بالتراث العربي في المدينة العربية، السواح جاها من كل مدينة وقهوتها معروفة، واللي يجي معناها يجيب ضيف اللي يجي ضيف يجيب غيره معاه. الناس تجي لهنا على تزخرف نتاعها على التراث نتاعها القديم اللي كان تراث أصيل، وهذاك علاش الناس تجيب واحد يجيب واحد معناها، خاصة التوريست يحب التراث القديم والمكان متاحة اللي موقع جدا. وقد عرف المقهى بمقهى الشيوخ لأن مشايخ الزيتونة كانوا يرتادونه لشرب القهوة أو الشاي، حيث كان مقصد المولعين بالأذكار الدينية حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي، إذ كان كبار المنشدين يقدمون وصلات تعرف باسم مألوف الجد كل يوم جمعة قبل الصلاة. قهوة المرابط يعني ما شاء الله، يعني أول مرة نجي نشوفها ودلوني عليها ناس وقدام هنا، أول مرة نشوف يعني ديكور شباب يعني كلش فيها يعني باهي، يعني باهي بزاف بزاف والله. نحسها قهوة قديمة من التراث القديم التونسي، معروف بالتراث تاعه، معروف بالسياحة تاعه،
وما شاء الله يعني سمعنا عليها المقهى دي وجيناها خصيص باش نشوفوا كيما نقولوا. تمنيت نشوفها، جيت قدها برشا من المرات، اول مره اللي نجي نشوفها هكا، وبربي ان شاء الله ما تكونش المره الاولى والاخره ان شاء الله. مقهى المرابط معروف كاقدم مقهى في العالم، تم تاسيسه سنه 1628 على يد السيد علي ثابت اللي كان وزير لمراد داي الاول. والمقهى هذا كانوا يتردوا عليه مشايخ جامع الزيتونه المعمور ونخبه من المثقفين، وكذلك كان تقريبا كل يوم جمعه مساء كان يتم فيه الغناء والنشيد والمالوف التونسي. على غرار سوق الترك، لانه هو موجود فيما يسمى بسوق الترك اللي فوق سوق العطارين، وكانت الاسواق هذه العائلات اللي كانت فيها معروفه، ولذا مقهى المرابط كان نقطة للقاء العديد من الناس وكذلك الزوار. ما ننساوش اللي بالقرب من المدينة العتيقة وبالقرب من مقهى المرابط كانت هناك فنادق، والفنادق هذه تجيب ناس من برور أخرى وعرفوا هالمقهى هذا وكانوا يتردوا عليه. وحتى يومنا هذا لا يزال التونسيون والأجانب يرتادون هذا المكان، حيث يعد محطة استراحة لزوار مدينة تونس العريقة. على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن والتي أدت إلى خلق العديد من الأزمات خصوصا في مجال حقوق الإنسان، إلى أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن لا يزال يؤدي دوره الحقوقي ويعمل على رصد انتهاكات ضد الإنسانية، وذلك من أجل تحسين الوضع الإنساني في اليمن، حيث أقامت المفوضية ورشة عمل توعوية حول آليات وسبل الحماية المتوفرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قاعة الاستثمار بديوان العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بمشاركة وكيل محافظة عدن للشؤون التنموية عدنان الكاف ونائب مدير أمن عدن العقيد أبو بكر جبر ومدراء الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية ورؤساء منظمات المجتمع المدني والمحلي. يوم افتتح ورشة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لرفع الاحتياج في عدن وكيفية عمل تنسيق بين السلطة المحلية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في عدن والجهات الأمنية. الفائدة بتعم من خلال هذا الورشة، حيث سترفع توصيات وبعض المقترحات لتحسين بيئات العمل وأيضا لتنفيذ قرارات الأخ المحافظ اللي وجه فيها السلطة المحلية بتسهيل كافة الإمكانيات لعمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في عدن كونها شريك في عملية البناء مع منظمات المجتمع المدني. أعتقد أن الفائدة بتكون كبيرة، وهذه أول خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع المعاناة عن حقوق الإنسان اللي نعاني منها في عدن بشكل خاص والمحافظات الجنوبية بشكل عام. وبين مدير أمن عدن اللواء شلال في الورشة التي أقامتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ومراعاة تطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان بحق الأشخاص الموقوفين، وأشار إلى العمليات التي نفذتها الجماعات الإرهابية في المحافظة والتي استهدفت إحداها دارا للمسنين في حي الشيخ عثمان بعدن، بالإضافة إلى قتل المئات من طالبي التجنيد. بهذه المناسبة التي تعقد فيها ورشة عمل من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان وعبر الراصدين في محافظات عدن ولاحق والضالع وأبين، نحن في السلطة المحلية رحبنا بهذه الورشة وقمنا بتقديم تسهيلات لإنجاح هذه الورشة والخروج بتوصيات عملية تنسق عمل هذه المنظمات الحقوقية والسلطة المحلية. طبعا نحن في السلطة المحلية وبغيرة المحافظ اللواء عدر الزبيدي قدمنا الدعم الكامل لجميع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية من خلال التنسيق وتسهيل التعامل والإجراءات في إنجاح عمل ومهام هذه المنظمات، ونأمل من هذه الورشة في حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من ذلك إلى أن أجهزة الأمن التزمت بمبادئ حقوق الإنسان أثناء تنفيذها لأكثر من 350 عملية دهم لمواقع وأوكار الجماعات الإرهابية، ومن بينها منازل استخدمتها الجماعات لإخفاء الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة. في منطقة أثرية منحوتة في الصخر يطلق عليها اسم مدينة الشمس والقمر، يتزاوج سحر الطبيعة بجمال ونقاء المكان ليكونا لوحة فنية مصغرة تشبه مدينة البتراء الأردنية كما يقول زائرها. خربة القرقش التي تقع إلى الشمال الشرقي من قرية بروقين غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية تعد أحد أهم الآثار التاريخية التي تعود إلى العهد الروماني حوالي عام 1200 قبل الميلاد. إحنا في الخلف إذا مشاهدين بيشوفوا أكبر مصنع حديد إسرائيلي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن هذه المنطقة، لهذا السبب هم بمنعونا من إنشاء أي بنية تحتية قريبة من هذه المنطقة. طبعا في الأراضي اللي مقابل المنطقة الشمالية في 18 دونم تقريبا ونص تم مصادرتها من قبل قوات الاحتلال لإنشاء محلات تجارية. هي المنطقة الحمد لله رب العالمين مش صادر، لكن احنا في صراع زمني ما بين وبين الاحتلال للمحافظة على هاي المنطقة الأثرية السياحية، ونأمل من جميع المؤسسات الوطنية والأهلية ودولة فلسطين على مساعدتنا في الحفاظ على هذه المنطقة كونها أثرية وقديمة جدا. هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة تجمع المبادرة الطلابية وحركة المبادرة لدعم صمود المناطق المهمشة والمهددة بالاستيطان في مختلف أماكن الضفة. خرجنا من الخليل اليوم إلى منطقة بروقين وتحديدا إلى خربة قرقش التي تعاني من الاستيطان، وكما نرى في خلفية الصورة منطقة أرائيل الصناعية الاستيطانية التي تهود هذه الأرض و تستخدم مواردها ونهبت أراضي الفلسطينيين ضمن منظومة الأبارتايد والفصل العنصري الإسرائيلية. فهذا النشاط يأتي لتعزيز هذه الثقافة الوطنية لدى الشباب الفلسطيني ولدعم ودعم صمود هذه المناطق المهمشة ولزيادة معرفة الشباب الفلسطيني بجغرافية فلسطين تحت الشعار تجول في الأرض تمتلكها، ولتعزيز الثقافة الوطنية. سميت خربة القرقش بمدينة الشمس والقمر نسبة لوجود نقوش الشمس والقمر على مدخل أحد المدافن الرومانية الرئيسية في الخربة، إضافة إلى مقالع الحجارة التي كان يستخدمها الرومان ومن ثم تحولت إلى برك لجمع مياه الأمطار ومعاصر العنب والزيتون. تتوزع مدينة الشمس والقمر على منطقتين، الأولى العلوية التي تضم المنطقة السكنية وتنتشر فيها كهوف وآبار ومقالع حجارة كبيرة وبرك منحوتة في الصخر ومعاصر عنب وزيتون، والثانية السفلية ويوجد فيها المدافن الرومانية. خربة قرقش تقع تقريبا إلى الشمال الشرقي لبلدة بروقين. تاريخ هذا الموقع يعود إلى الفترة الحديدية، يعني حوالي 1200 سنة قبل الميلاد، انتهاء بالفترة العثمانية. طبعا هاي الخربة مرت بعدة فترات زمنية، مثل ما ذكرت انه الفترة الحديدية مع كمان اللي هي الفترة الرومانية والفترة الإسلامية اللي هي خاصة المملوكية والعثمانية. آخر فترة تواجد فيها هذا الاستيطان اللي هي الفترة العثمانية المتأخرة، وهذا واضح من الآثار الموجودة خاصة اللي هو جامع أرزي الموجود خارج الموقع. طبعا مساحة هذا الموقع اللي هي الفترة المنطقة المباني السكنية فقط اللي هي حوالي 8 دونم، إضافة إلى اللي هي المواقع اللي هي البرك والآبار والمقابر. هذا الموقع تقريبا ينقسم إلى قسمين، اللي هي المنطقة العلوية المنطقة السكنية، والمنطقة السفلية هي منطقة المعاصر والبرك والمدافن. تشكل الخربة منطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية في فلسطين، حيث يزورها على مدار العام طلبة الجامعات والمدارس وهواة المشي والتعرف على المناطق الأثرية الفلسطينية. ومع كل هذا وذاك، فإن هذا المكان يعاني من تهميش وإهمال وعدم اهتمام الجهات الرسمية به كمعلم سياحي، خصوصا بعد الزحف الاستيطاني للمنطقة وتقسيمها ضمن مناطق جيم التي يمنع الفلسطيني فيها من بناء أو ترميم ما هو قائم أصلا. أعلنت الحملة الشعبية غزة موحدة انطلاق حملتها ضد الاحتلال والحصار تحت مسمى إنقاذ من أمام المجمع الإيطالي المدمر في شارع النصر، بحضور أعضائها المؤسسين وشرائح مجتمعية بالإضافة إلى مهتمون بالحملة. الحملة تنطلق من قطاع غزة، هدفها إظهار مشاكل غزة بأنها يعني تعاني كارثة اقتصادية اجتماعية بعد 10 سنوات من الحصار،
والاحتلال والاعتداءات المتكررة والحروب التي تعرضت لها غزة، مشاكل لها علاقة بالإعمار، لها علاقة بالحصار وإغلاق المعابر، لها علاقة في موضوع التعليم، في الصحة، في الطلاب، في العاطلين عن العمل. كل هذه المشاكل أتت الحملة لتظهرها إعلاميا وتوجه رسالة لكل ذوي الاختصاص ولكل أصحاب القرار بأن هناك 2 مليون نسمة في غزة يعانون الأمرين وأنهم يستحقون الحياة، وأن غزة جزء مكون أصيل من المشروع الوطني، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. هذا بالمعنى السياسي. أما بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي بأن هناك 2 مليون نسمة بحاجة إلى العيش بكرامة وشرف، وأن هؤلاء الناس لديهم الاستعداد بأن يدقوا جدران الخزان ويقولوا كفى. وتنطلق الحملة في ظروف دقيقة يعيشها قطاع غزة، وتحمل رسالة واضحة إلى المعنيين كافة بعيدا عن التجاذبات السياسية والخلافية، بضرورة وضع حد لحالة التدهور الحاصلة في الوضع المعيشي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة، حيث أجرت الحملة الشعبية منذ تأسيسها حتى انطلاقتها سلسلة اجتماعات في مدينة غزة لإيصال أهدافها وتوضيح رؤيتها. سبب اختيارنا لانطلاق الحملة في المجمع الإيطالي هو تسليط الضوء على موضوع ضرورة إعادة إعمار غزة بعد دمارها من جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر عليها. بالتالي اخترنا هذا المكان ليكون مركز وسط، لكي نقول للعالم أن هذا المجمع الذي بنوه الإيطاليين كتبرع للشعب الفلسطيني جاء الاحتلال ودمره. وبالتالي يا أوروبا، يا عالم، يا رأي عالمي، انتبهوا أن ما تبنوه أنتم يدمر الاحتلال، وهذا أكبر شاهد أننا موجودين في منطقة قد دمرها الاحتلال. هذه الحملة بتحكي عن وجع أبناء شعبنا في قطاع غزة، من عمال عاطلين عن العمل، من مرضى محرومين من السفر، من صيادين ممنوعين من الصيد، من مزارعين مقتلع أراضيهم. فهذه الحملة هدفها الحديث عن وجع قطاع غزة بهدف إوصال صوت أبناء شعبنا لصناع القرار، سواء كان على المستوى العالمي أو العربي أو على الدولي. كفى ما يجري في قطاع غزة من ظلم واضطهاد وحرمان وحصار. الهدف الأساسي من الحملة هاي هي توجيه رسالة للخارج والداخل أن غزة هي بحاجة لتخفيف معاناتها في ظل الأوضاع الكارثية التي أصبحت موجودة على واقعها، والملفات مثل ملف الشهداء والأسرى والجرحى وملف الخريجين. فنحن نوجه رسالة، هدفنا هو التخفيف عن معاناة أهلنا في قطاع غزة. ومن أهم القضايا التي تحاول الحملة الشعبية إنقاذ إيصالها هي قضية الاحتلال وتبعاته والحصار المفروض على قطاع غزة وحرمان السكان من حرية الحركة والتنقل، بالإضافة إلى تعامل الجهات المتنفذة مع القطاع لحل قضاياه وأزماته ببطء شديد، فيما تحاول الحملة إيصال رسالتها إلى كل المعنيين من خلال نشاطاتها في اللقاءات والاجتماعات والأفلام القصيرة والأمسيات الأدبية والثقافية. تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 120 دار نشر من مختلف دول العالم. وتميز المعرض بعرضه عشرات الآلاف من الكتب والمطبوعات العلمية والثقافية والأدبية والتاريخية وبكافة اللغات العربية والأجنبية. تأتي مشاركة ديوان الوقف السني في معرض بغداد الدولي من خلال دائرة البحوث والدراسات، وهي تشارك باستمرار في معارض الكتاب التي تقام في بغداد والمحافظات الأخرى. ومشاركة الديوان هذه المرة ب 415 عنوان في مختلف الاختصاصات الشرعية، تحمل اختصاصات الاقتصاد الإسلامي والفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي واختصاصات أخرى، كما تضمنت نشر إصدارات معالي رئيس الديوان في إطار الحملة الوطنية لمناهضة الغلو والتطرف. وأشار محمد معزز ديوان الوقف السني إلى مشاركة الديوان في المعرض ب 450 كتابا تشمل كافة الاختصاصات التي تضمنت الاقتصاد الإسلامي والفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ونشر إصدارات حول الحملات الوطنية التي تنادي بمحاربة التطرف والغلو. المعرض هنا كويس، الإدارة كويسة، الشعب العراقي ناس كويسة، الإقبال بيزيد يوم عن يوم، يعني من الأول كان ضعيف بيبدأ يزيد تدريجي. نسبة الجمهور كويسة والأسعار متناولة في يد الجميع، وفي ناس كتير بتهتم بالقراءة، وفي ناس بتهتم بالكتب الأكاديمية، وفي ناس بتهتم بالأطفال،
ولحد الآن المعرض ماشي كويس مع الكل يعني الحمد لله. وميزة هنا أن الناس كلها متساهلة في الإدارة في الجمهور، كل الناس بتضحك ومبتسمة معنا متساهلين. الجهات التكفيرية اللي عم تنشر الرعب بقلوب الناس والتفجير والخوف للناس، وعم تنشر فكر تكفيري مفزع ومرعب صراحة. نحن عم نحاول نواجه بطريقة حضارية وبطريقة كتير ثلثة ومنيحة، يعني أنه عم نوجه رسائل للناس عبر الكتاب، وصراحة عم نلاقي في قبول بالدول العربية ونحن خاصة بالعراق، يعني مركز الحضارة ومركز الفكر، يعني بغداد تعتبر مدينة الثقافة العربية. ويعتبر المعرض أوسع تظاهرة ثقافية تشهدها بغداد مؤخرا من حيث عدد دور النشر من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن فعاليات ونشاطات ثقافية مختلفة منها عرض لوحات تشكيلية لانتصارات الجيش العراقي.